كل شوارع الكرك بهالشكل هذا يعني اغلبها. بحاولوا يسووا الشوارع الرئيسيه ما بتقعد يومين ثلاثه ولا هي الزفت طالعه. بعدين هاي مناطق كلها صارت المجاري والحفار وراجعنا مسؤولين وراجعنا جور. هاي كسر السيارات ومصيب يعني، بعدين بيسوي حوادث ودائما دائما باستمرار الجور موجوده يعني، عمرهم ما صلحوها يعني، بحطوا شويه زفتي وبعدين اسبوع زمان مع المطر مع الشتاء